لم يكن هنالك رجل عاقل، شخص عاقل عن في لحظة تكوين الدعم السريع. ليه تم تكوين الدعم السريع؟ ما في اعتراض كان من حزب المؤتمر الوطني في اللحظة ديك؟ طبعا في مسألة أنا هنا داير أقولها وأكررها. نعم، المؤتمر الوطني لا علاقة له بأي أمر يتعلق بالعمل العسكري، ولم أسمع في يوم نقاش في داخل الحزب لأمور عسكرية. وأستطيع أن أقول لك منذ إنشاء المؤتمر الوطني وحتى الآن ظللت داخل هياكل المؤتمر الوطني القيادية. بدأت منذ بداية المؤتمر الوطني في 99 أمينا للعاملين، حتى وصلت له رئيسا له مكلف. وبالتالي لم أرى في يوم من الأيام أحد العسكريين يدخل إلى ساحة دار المؤتمر الوطني، ولم أرى أي من العسكريين في يوم لم يجلس في داخل المكتب القيادي، ولم أرى في أي يوم من الأيام أو أسمع نقاشا لقضايا عسكرية داخل المكتب القيادي. لكن ما أؤكده لك أيضا أن حتى وزير الدفاع ليس من صلاحيات المكتب القيادي إجازته، هذا من صلاحيات الرئيس القائد العام للقوات المسلحة، قطعا بالتشاور مع القيادات القوات المسلحة الأخرى. وزير الدفاع يأتينا ضمن الوزراء، بينما بقية الوزراء المؤتمر الوطني السيد الرئيس يرشح مرشحا، وإذا لم يقبله المكتب القيادي يرشح آخر، وإذا لم يقبله يرشح ثالث، وإذا لم يقبل السيد الرئيس يرشح أي من يريد ويصبح هذا هو النافذة. هذا لا ينطبق على وزير الدفاع على الإطلاق، وبالتالي يأتي ضمن التكوين الوزاري ولا يناقش ولا يتم الحديث عنه، وهذا يؤكد البعد التام للمؤتمر الوطني عن كل القضايا العسكرية. طيب يا بروف، لكن مش رئيس الحزب كان السيد كان البشير وهو نعم كان عسكري؟ يعني نعم، لم يكن يتم تداول هذه الأفكار أنتوا كمجموعة مقربة أو الحزب الحاكم، ما كان بيتم تداول معكم يعني القضايا الهامة؟ أولاً السيد الرئيس يعني فك الله أسره ومتعه بالصحة والعافية، الرئيس لم يكن رئيساً للمؤتمر الوطني لأنه القائد العام أو لأنه القائد الأعلى، كان رئيساً بحكم أنه رئيس البلاد. ثم بعدها عندما نشأ المؤتمر الوطني وأصبح حزباً، في نظامه الأساسي أن مرشحه للرئاسة إذا فاز بها فهو رئيس الحزب ورئيس الدولة، وده يعمل به في عدد من الدول. طبعا هنالك دول تفصل ما بين رئيس الحزب ورئيس الحكومة أو رئيس الدولة، وبالتالي السيد الرئيس كان رئيسا للحزب بصفته رئيس الحكومة المقدم من المؤتمر الوطني والذي فاز في الانتخابات. لما تسمع مصطلح كيزان يا بروف، تسمية كيزان دي بالنسبة للناس شنو في مفهومه من متابعتك انت طبعا للرأي العام؟ شوف، الكيزان كما علمنا أو الكيزان إذا أردت بكسرة ولا بفتحة، نعم، هي كما سمعنا أنها مقولة للإمام الشهيد حسن البنا، قالها البحر الدين نعم. بحر ونحن له كيزان. كيزان نعم، دي حقيقة سمعناها نحن بدري يعني قبل ما ننتمي للتيار الإسلامي. وبالتالي كلمة كيزان لا تستفزنا. البعض ذلك بعد التغيير البعض اعتبرها إساءة أو شتيمة، لكن لا أعتقد بأنها كذلك، كل يفهمه على شاكلته. وأنا شخصيا لا يهمني، يعني كل إناء بما هي فيه يضح، يعني إذا أساءك إليك شخص فأمامك أن ترد بطرق مختلفة، ولكن من عفا وأصلح وإن تجاوزته فذلك أفضل. وشعاري دائما السفيه نفذ الباشا، لكن الكلمة الكيزان لا تستفزني. وأنا الآن أصبحت تعني، خلينا نقول مع الفلول، تعني عضوية المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، وكثيرا ما يجمع الناس بين الاثنين وهو جمع خاطئ. أنا أقول لك حركة إسلامية حركة قائمة بذاتها، لها قيادة مختلفة من المؤتمر الوطني، وأنا إسلامي منذ السنة الأولى في الجامعة، لكني لم أكن قياديا في أي من هذه الحركة الإسلامية في يوم من الأيام. وعدد من الذين يعملون في الحركة الإسلامية لم يكونوا قياديين في المؤتمر الوطني في يوم من الأيام، وبالتالي هنالك حزب وهنالك حركة، وهذان أمران مختلفان جدا وإن تجمع بينهم بعض المبادئ.